السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم معي في وصفة جديدة على قناتكم مطبخ التي في. اليوم أشارك معكم وصفة الكيكة ديال المول العجيب بالبرتقال. وقبل ما نبداو، كما كتعرفوا احنا غير في البداية، والتشجيعات ديالكم هي اللي كتخلينا نستمروا، فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم. واللي ما عارفش صراحة، كاين الناس اللي ما عارفاش كيفاش هتدعمك، هذاك الشيء سهل، تهبطي تحت الفيديو وكتلقاي جميع الازرار، كاين زر الاشتراك او بارتاج، كاين زر باش غادي تسجلي او لا تشاركي معنا في القناه ولا تشارك معنا اخي في القناه، وكاين عاوتاني زر باش دير الاعجاب وتشجيع مول القناه. فجزاكم الله خيرا، ونبداو القناه ديالنا، نبداو الوصفه ديالنا عفوا بالمقادير والطريقه. في واحد الإناء غادي نعملو جوج بيضات بحرارة المطبخ، نضيفو ليها نص كاس ديال سكر حبيبات سنيدة، ونضربو السكر والبيض ديالنا حتى يطلع. نضيف قليل من قشور الليمون، ممكن تستعملي سكر فانيلا، ضفت واحد القبيسة د الملحة، نعاود نضرب. نضيف نص كاس زيت المائدة، وعلى التذكير هنا الكاس اللي عبرتي به في الأول حاولي تستمري به في العبار، بحال كاس العنبة تكملي جميع العبارات ديالك بكاس العنبة. نزيدو نضربو، نضيف نص كاس ديال عصير البرتقال، الأخير غادي نضيف الدقيق، عندي هنا كاس ونص ديال الدقيق. ونضيف ليه جوج أكياس ديال خميرة الحلويات، نعمل جوج اكياس لان الحال بارد شويه، كل جو عندك سخونه تعملي غير كيس ونص او لا كيس واحد. دابا غادي نضربو بالضراب اليدوي حتى تطلع العجينة ديالنا، الخليط ديالنا ينسجم، ونكونو قد نكونو وجدنا لك داك المول ديالنا دهناه بالزبدة أو بالزيت. ممكن تستعملي الدقيق معاه، أنا اكتفيت غير دهنتو غير بالزبدة. هي العجينة ديالنا طلعت مزيانة، غادي نفرغوها في المول ديالنا ونديوها للفران، غنشعلو ليها من التحت واحد تقريبا تلت ساعة. الا تحمرات غير من التحت، شي مرة راه كتشعلي غير من التحت كتحمر لك الحلوة، الا ما تحمراتش تشعلي ليها واحد 3 دقايق من الفوق. هنا غادي ندوزو نحضرو الكريمة ديالنا، عندي كاس ونص ديال عصير البرتقال،
انا ضفت هنا 4 الملاعق ديال سكر حبيبات، وكنضيف فيه 2. المهم هاد الماء، هاد القياس هذا اختياري. انا ضفت الكاستر، ضفت 2 معالق كريمة الكاستر أو كريمة الباتيسير، ونخلطو على البرد، ندربو على البرد كما كتشاهدو، ونديو للنار الفورنو ديالنا، ونحاولو نطيبو على نار متوسطة، ونولي مع التحرك المستمر بحال هكذا حتى يتقال لك في يديك، بين ما يتقال ويولي كريمي كما كتشاهدو. نخويو على الكيكة ديالنا، الكيكة ديالنا راه بردات، الور هذيك الكريمة خاصها تكون سخونة. نخليوها تبرد واحد شويه، الا بغيتي تزينيها خليها حتى تبرد واحد شويه، عاد ديري ليها التزيين، وغندخلوها للثلاجه واحد الساعه لما كان الى عندك الوقت. وكما كتشاهدوا الكيكه ديالنا بعد التزيين واجده. صراحة في الماكلة ديالها شيشة رطبة، وفيها ديك البنة، لأن الشاشة مرات كيخلي واحد البنة شوية ما كتعجبش، فكسر تعطيها بنة زوينة. وقشور الليمون والنكهة ديال قشور الليمون كذلك. اش نقول لكم، الصحة والراحة، وشكرا على المشاهدة، وإلى فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.